المجتهد لما بيجي في النوازل الجديدة بيعمل ايه؟ مش هو اللي بيحكم من دماغه، مش هو اللي بيقعد فيقول والله انا شايف انه دي ينفع تكون حلال. ينفع تكون حلال بمعنى ايه؟ بمعنى ان اعمال ادوات الاجتهاد كشف لي ان النصوص الشرعية تفضي بنا الى ان حكم الله فيها التحليل. ادي معنى العبارة هو ينفع تكون حلال. يعني ايه؟ يعني مجموع ما انتهيت إليه من البحث والدراسة وإعمال قواعد علم الأصول كشف لي أن حكم الله فيها الحل. ولا ينفع تكون حلال برأيي أنا بمعزل عن الوحي وعن إدراك أحكام الله؟ أبدا ما ينفعش، ده محادة لله، ده تحليل ما حرمه الله، ده افتراء على الله. وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا، اوعى تقول على ربنا ما لا تعلم. أهو المعاني اللي كنتوا أنتم ماشيين فيها من شوية، إنه واحد عايز يجي ويقول، المعتزلة بيقولوا إحنا مش مكلفين بالسعي وراء معرفة أحكام الله، ده العقل بتاعنا بيحكم حكم تاني مجاور موازي. لا، ما المعتزلة ما قالوش كده، ولم يقل به مسلم في تاريخ أهل الإسلام قط. رب العالمين جل شانه، إيه وظيفة الشرع والأنبياء والمرسلين والدين والشريعة والحساب والجنة والنار؟ أن الله تعالى فرض أحكاما وأنزلها إلينا وعدد لنا الكواشف اللي توصلنا إلى حكم الله. فكل اللي احنا بنعمله من مجيء الشرع إلى يوم القيامة مجموع عمل الأمة والمجتهدين والمعتزلة وأهل السنة ما هو إلا بحث وتطلب لأحكام الله في الوقائع، أحكام الله. طب لما أنا بقول لك أصل الشيخ القرضاوي حكم فيها بكذا، حكم دي معناها إيه؟ إنه الشيخ القرضاوي قال أنا وحدي أهو سأضع حلال جديد وحرام جديد، ولا يخطر لي على بال، أستغفر الله، حاشا لله، أنا عبد الله، عبد من عباد الله، ده أنا خادم للشريعة يا جماعة، ده أنا بقول لكم الشريعة بتقول إيه بس ليس إلا. ولا الشيخ القرضاوي حكم بمعناها إنه قعد ومسك أدوات الاجتهاد واستحضر النصوص الشرعية فجزم بأن حكم الله فيها كذا، فطلع يقول لنا الشرع في المسألة كذا، ده حلال وده حرام، أنا أجزم إنه ده حلال، أجزم إنه ده حلال، إن أنا ألغيت اللي فات وابتكرت حلال جديد، مش كده. ولا أنا لا أزال ساعياً لرفع الفوارق بين المسائل المستجدة والمسائل المنصوصة حتى يسترسل النص الإلهي على المستجد والقديم. ولذلك يقول لك إيه؟ ويتعلق الأمر عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة، أهو عشان المسألة دي بالذات. يعني إيه يتعلق الأمر عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا؟ يعني هل أحكام ربنا تبارك وتعالى بالحل والحرمة هل هي أحكام حادثة ربنا عملها مخصوص للأمة المحمدية بعد فترة من نشأة البشر؟ لا، حاشا لله، ده قديم، ده كلام الله، كلام النفس القديم، وأحل الله البيع وحرم الربا، ده قديم. طيب إمتى بدأ يسري لمخاطبة الإنسان والإنسان كان في حيز العدم؟ قال لك سرى لمخاطبة الإنسان بوجود الإنسان وتأهله. طب قبل وجود الإنسان ربنا ما كانش عامل حكم ثم أنشأه يبقى حادث، والحوادث لا تحل بذاته أبدا، لله تعالى حكم قديم. ويتعلق بالموجود تعلقا معنويا، بمعنى أنه الحكم هو موجود ومعلق في السماء. امتى ابدأ انا التصق به؟ لما انا اجي وادخل تحت دائرته، تحت دائرة الوجود، يبقى شملان الحكم. طب قبل ان اوجد الحكم فاتح بقه اهو منتظره، منتظر موجود قديم ذاتي، كلام الله القديم، ادي الاحكام الالهية القديمة. لما تيجي تقول المعتزلة بيقولوا العقل حاكم، جعلت الأحكام الشرعية حادثة، وجعلت العقول البشرية تنازع الله في الحكم،
وجعلت العقول البشرية قد تتوصل إلى أن ما قال الله قديما إنه حلال ممكن أنا النهاردة بعقلي أقول حرام، وده كفر، ده ما حدش بيقول بيه أبدا. إنما لما بنقول يتعلق الأمر عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا، معناها أن الله تعالى حكم في الأزل بالأحكام بس أنا لسه لم أوجد فبقيت معلقة كده، فإذا ما دخلت في دائرة الوجود استرسل الحكم علي وتعلق بي. تعرف دي تنفي إيه في كلام المعاصرين؟ تنفي قضية تاريخانية القرآن، اللي بيقول لك إنه القرآن متعلق بظروف بيئة عربية معينة، جاء ملهوش دعوة بزمننا، قريب من فكر العلمانية في مرحلة من المراحل. إنه مش أنتوا بتقولوا ده أحكام شرعية؟ صح، مصدقين، مش هنغلطكم فيها، بس مش لزماننا يا أخوان، جاءت لظروف بيئة محددة، وهو بيقول كده أهو، فتسمى بتاريخانية النص. يعني أنا مش هقول لك صراحة أنا أكذب بيه، لا، ده نص حلو وجميل وعلى فكرة معجز وعلى فكرة من عند الله، بس ما ملهوش دعوة بزمننا، ده بيخاطب زمن معين. دي فئة يقول بها عدد من المثقفين المعاصرين التاريخانية. التاريخانية دي مرفوضة باللي احنا بنقوله ده، أن الأحكام الشرعية أحكام إلهية قديمة، وأن تعلقاتها هي الحادثة، وأنها تتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا، وأن الحاكم فيها هو الله جل جلاله فقط، وأن كلام المعتزلة في التحسين العقلي معناه تعديد الكواشف لا تعديد المنشئين للأحكام، وأن الذي يصنعه المجتهد بعد استقراء الأدلة وإعمال علم الأصول ليس إنشاء للحكم الشرعي بمعنى اختراع لحلال، بل ما هو إلا شخص بيفصص الحكم لحد ما يلاقي في الآخر أنه متصل بالحكم الإلهي، يروح يقول أيوة طلع حلال، أو يفصصه ويزيل العرضيات فيصل إلى أنه مقطوع الصلة، فيقول إنه ده يا أخوانا ده حرام، ده ملهوش أصل. كانت أولاً الحالة نظرية جداً، إن أنا أقول من أهل السنة وأصل لمرحلة أقول لا أعمل فيها عقل، يعني أنا عايز أقول الخلاف بين السنة وبين المعتزلة كأننا نقف مع المعتزلة يقيناً مقابل الأسنة، اللي هو إيه؟ إن هو لابد من إدراك العقل في المسألة، لابد من إدراك العقل. كلمة العقل لها ثلاث معاني. العقل اللي معناه استحسان الطبع للشيء، ما يلائمه وما ينافره، أيوة ده عند الكل العقل يجزم فيها. العقل اللي معناه صفات الكمال والنقص، عند الكل العقل يجزم فيها. العقل اللي معناه أن التصرف الفلاني من الإنسان يقابل في الجنة بالغرف الفلانية والمنازل الفلانية، ده مين اللي يعرف يقول إنه، مين اللي يعرف يعمله وينشئه إلا من خلق الجنان وأنزل الأحكام. ولذلك الكل يقول المعنى ده من الحكم، ده تصرف إلهي. قلنا لهم كويس، يعني احنا متفقين انه تصرف إلهي؟ قالوا مين اللي نزع في كده؟ قلنا لهم امال انتوا بتقولوا بالتحسين والتقبيح العقل ليه؟ وبتقولوا العقل حاكم ليه؟ قالوا عمرنا ما نقول العقل حاكم، ان العقل يجزم بانه الجنة في الدرجة الفلانية لمن صنع الفعل الفلاني، هي ملكنا علشان نتصرف فيها ونقطعها لمن نشاء، ده أحكام ربنا في ملكه وفي جنته وناره. إنما أنا بس يا جماعة بقول، مش أنتوا مدار العلم عندكم على التوصل إلى أحكام الله؟ قلنا له أيوة. قال والله وأنا بقول كده، بس أنا بأضيف موصل جديد بس، ليس إلا هذه كل الفرق بين المعتزلة وأهل السنة. فكل ما تسمع العقل عندهم حاكم مش معناه أنه ينشئ أحكاما أبدا. المعتزلة لو سمعوا الكلام ده بالمعنى ده هيزعلوا منك زعل، وينفر منك نفور، لأنك تنسب إليهم ما تقشعر منه الأبدان. ده أنت تريد أن تقولني أن أنا بقول أقدر أصنع أحكام زي أحكام ربنا، وحاشا لله، مين اللي قال كده؟ إحنا كلنا عبيد نطلب أحكام الله في المسائل، ليس إلا. فهمت؟ نعم نعم. لفظ في ايه بالضبط؟ الخلاف اللفظي ده لفظ في ايه بالضبط؟
بين الصفه والقدر. هي حتى كلمه خلاف اللفظ دي يا مولانا حتى حوار في مدينه جنه قاعده وغير صوره، لان الحته دي بتبين جدا خلاف اللفظ دي. الخلاف اللفظي ما لو اطلع كل فريق على حقيقة ما يقول به الآخر لقال به. ما طلعش، ما طلعش. حبيبي الله يخليك، مش اللي انت بتقوله، انت بتتكلم في كلام غير اللي احنا فيه خالص. اسكت يا ودي. الخلاف اللفظي معناه انه يا جماعة لا تقفوا عند الحدود والعبارات والتعبيرات، اقعد معه وقول له انت يا ايها المعتزلي هل تقصد بقولك التحسين والتقبيح ان عقلك ينشئ احكاما؟ يقول ابدا. اقول له خلاص، مهما جاء في الحواشي والكتب من انه العقل حاكم لا يمكن ان نحمله على المعنى ده لانك لا تقصده، واحنا على فكرة موافقين معاك. يروح هو يسألني هل ترى انت يا اهل السنة أن العقل يمكن أن يكشف عن الأحكام الإلهية القديمة ككشف الأنبياء عنها؟ أقول له لا. يبقى الخلاف مش لفظي أهو. شفت إزاي؟ ما لو اطلع كل فريق على حقيقة قول الآخر لقال به، ده يبقى خلاف لفظي، وإلا فده خلاف معنوي حقيقي. لا، إحنا مختلفين فعلا. آدي التفرقة ما بين الخلاف اللفظي والمعنوي. الخلاف اللفظي مرة يقول لك ما لا تترتب عليه ثمرة، ومرة يقول لك ما اختلفت فيه الألفاظ واتفقت المعاني. بس شوف الأدق هو، ما لو اطلع كل فريق على حقيقة ما يقول به الآخر لقال به. إن كان كده يبقى مش مشكلة العبارات تصطدم وتختلف وتشتبه، أيا ما كانت الألفاظ وأثواب الألفاظ لا تضرنا، يبقى من باب أنه المعنى الواحد عبرنا عنه بعشرين لفظ. زي الألف تعريف للتصوف، ألف تعريف، ابن الصلاح يقول لك وصلت إلى ألف تعريف، والشيخ زروق في قواعد التصوف، وسيدك الشيخ عبد القاهر التميمي البغدادي يقول لك أفرد جزءا لتعريف التصوف وصلت إلى ألف تعريف. خلاف لفظ، يقول لك التصوف الخلق، ومن زاد عليك في التصوف زاد عليك في الخلق. التصوف إسقاط نظر الخلق إليك بالكلية. لما يجوا يقعدوا مع بعض ويقول له الزيادة في الخلق اللي تقصد بيها ان انا لا ارائي الناس، يقول لا يوخ صح. طب ما احنا بنقول معنى واحد اهو، بس انت عبرت عنها بكذا وانا اهو، ده اسمه خلاف لفظي. اللي احنا فيه ده مش خلاف لفظي. لما بيقعدوا مع بعض وكل واحد يقول للتاني المعنى اللي عايزه بالضبط، يقول له لا انا مش موافق على اللي انت بتقول. انت عايز تقول انه في حد تاني غير ربنا بينشئ احكام شرعية؟ قال لي أبدا، وأستغفر الله من أن ينسب إلي هذا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قلت له طب ما اللي احنا زعلانين ليه؟ قال لي استنى بس، اوعى تتوهم إن احنا متفقين في كل حاجة. أنا بس اللي أنا عايز أقوله إنك أنت بتجعل النبي يكشف عن أحكام الله ويبلغها، وأنا بقول العقل يقدر يعمل كده. أقول له أنا الحتة دي مش موافق. كل الكواشف احنا متفقين عليه إلا إمكان كشف العقل عن الأحكام الإلهية. هو قال لي خلاص انا وجهة نظري كده. قلت له يبقى نعرف كده من بعض، يبقى في خلاف حقيقي اهو. ادي يا جماعة تحرير قضية التحسين والتقبيح العقلي. روح بقى اقرأ الحواشي براحتك، وهات العبارات براحتك يا مولانا. المعنى ده هذا حقيقة الخلاف، واحمل العبارات بعد ذلك كيف شئت، او خطئها كيف شئت، وامسك كتاب مسألة العقل عند الاصوليين، وامسك كلام القرافي في شرح المحصول، وامسك كلام الطوفي في درء القول القبيح، وشوف اللي عمالين يقولوا لك، والتحقيق والقول الصواب ومدركهم، وتلاقي اللي انا بقوله لك ده. انما توهم القول ان المعتزلة يقولون ان العقل حاكم بمعنى انه يحل ويحرم من عندياته، لم يقل به معتزلي ولم يخطر لهم على بال. والله تعالى اعلى واعلم واجل واكرم. المجلس القادم نتكلم عن البقاء. في شرع الحكم يعني هو اللي صنعه، ولا هو اللي بيقول لك عندي قرائن اعرف بها ان الله يحكم في مثل ان الله يحكم في مثلها بكذا؟ ده مش استقلال. المرد عند الجميع الى الشرع. كشف العقل وكشف الحكم، هل
كشفه مش صنعه، لم ينشئ، كشفه يعني وصل أدركه فهمه وصل إليه. لا بقية مذهبهم في الحسن والقبح الذاتي للأشياء، مذهبهم متسق مع بعض. هو بيقول عندنا مقدمة سابقة لده كله وإحنا برضو مختلفين فيها. هو بيقول خلق الله الحسن حسنا وخلق الله القبيح قبيحا والحقائق لا تنقلب، فما اطلع العقل على وجه الحسن فيه يجزم أن حكم الله فيه الحل، حكم الله أهو. إحنا بنقول له ليس للأشياء حسن وقبح ذاتي، وبالتالي مذهبه كله مش مسلم عندنا، بس مش معناها إنه استقل بدون مستند شرعي فاخترع حكما. لا، ده بيقول أنا لسه عندي آلة تاني أعرف أكشف بيها برضو عن حكم الله. طب انت جايب منين ان الاشياء لها احكام ذاتية؟ ده مقرر عندهم بادلة كتير، وروح اقرأ المغني والاصول الخمسة والمبحث اخر طويل. دي مسائل مبني بعضها على بعض ولها عندهم مقدمات كثيرة. اللي احنا بنقوله نتيجة ورمز للمبحث ليس الا، بس هو المعتزل مع نفسه لا متسق، واتساقه في ثلاث أربع مقدمات عنده مرفوض عندي بالكلية. بس ما تاخدش إحدى مقدماته وتحملها على أصولك أنت وتقول بص أهو يبقى بستقل له. لا مش كده. لا ها إيه كمان؟ الماتريدية قالوا بس في معرفة وجود الله بس، فقط مسألة واحدة بس، لا للقول بالتحسين والتقبيح العقلي بل لشدة وضوحها. يكاد مش بالضبط يعني، بس مشيوا في نفس الطريق ده، انه مش بيقولوا انه الحسن والقبح ذاتي وان العقل يكشف، ما مشيوش في الخطوات دي ورا بعض ابدا. قالوا ليس للاشياء حسن وقبح ذاتي، وأن ليس للعقل إمكان الكشف عن الأحكام الإلهية، بس في مسألة واحدة مستثناة لشدة وضوح، لشدة ظهور دلائلها، مش محتاجة التنصيص الشرعي. آدي الفارق بين الماتريدية والمعتزلة في معرفة الله. فلما تلاقي في الحواشي يقول لك والمعرفة عند الماتريدية عقلية، مش معناها أنه راح قلب المعتزلة، فده برضو معنى تاني. ها أفعال الله موجودة ولكن لم يقصد الله. إيه أفعال الله موجودة؟ يعني أحكام الله. أيوة. لم لأنها لم تكن محدثة، يعني عدم التصاق الإنسان بها ووجوده إليها لم يكن إحداثا برضه. لا، ده حدوث للمتعلق مش حدوث للحكم. الأحكام قديمة وتعلقاتها حادثة. نعم. إذن المعتزلة معترفين بإرسال الأنبياء. نعم. ولذلك هم هل يقومون بترك السبب؟ لو كان كذلك فالخلافي عشان هم يعترفون برسالة الأنبياء ويضيفون إليها بالعقل. نعم. فهم لا يجعلون النبي بديلا عن العقل، بل يقولون هم يعني مش هيؤمنوا بسيدنا محمد ولا بسيدنا عيسى أبدا. كل قضايا الأنبياء ثابتة وبجوارها أن العقل يكشف عن بعض ما يكشف عنه النبي بس فقط. ولكن نقول أن المجتهدين هم كشفون علما لحكم الله، كيف نقول ذلك مع أنهم معترفين أن الأنبياء كشفون لحكم الله؟ ولذلك ما فيش فرق. المجتهد يكشف عن الحكم بعد وجوده، بعد إبلاغ النبي له، بعد أن يبلغني النبي الحكم. المجتهد يعمل الآلة في فهمه، إنما الآخر يقول العقل يجلب الحكم أصلا قبل وجوده. أيوة. فهنا محل النزاع، ليس صنيعهم كالذي يصنعه المجتهد عندنا اجتهاد في فهم النص. لا، ده هو بيقول العقل يصنع صنيعا موازيا للنص،
يكشف لا ينشئ. اذا قد يستغني عن النص. ها؟ قد يستغني عن النص ما دام العقل ذات النص. ايوه. قد يستغني عن، طب ايه اللي ترتب على كده؟ انه ما عندهمش اهل فتره. بس هي المساله بس. لا لها عدة أمور، شكر المسألة، شكر المنعم ومسألة عدة مسائل. تفضل. لفهمه. لفهمها بالضبط. أرأيت أن وضعه في حرام يعني فهدي دال لعلمه، ده دال هو على إنه الأمر مش مجرد ما أورطه أنا كنبي كذا، ولكن في المقابل الثاني هو يكشف عنه العقل في خلال النص برضه تحت اطار النص. ده يبقى اجتهاد في النص اللي بيعمله المجتهدين ابو حنيفه والشافعي ومالك.